احنا اخراجات لازم تكون موجوده بشكل تطبيقي، وده في القريب ان شاء الله. وختاما طبعا بشكر زمايلي في اداره الشباب والرياضه، احنا موجودين في مديريه الشباب والرياضه في اسكندريه، اداره المدينه الشبابيه في ابو قير، واداره المدن الشبابيه والرياضيه اللي كل يوم بتشهد تطوير كبير. ادعو الله ان يوفقنا جميعا ويسدد على الطريق الخير الاستقامه لما فيه صالح، وكلنا الحبيب، والسلام عليكم ورحمه الله.